كلا سلافة وخدجي تخدم كل عام تخدم معناتها ماهيش النوع اللي تقعد بطالة ثلاثة أربع سنين خمسة سنين ونشوف تبارك الله ربي يفضل لك ربي يفضلهم كم فوزافي دو زونفون عندكم زوج صغير سلاف كيفاش تنجم توفق بين العمل وحياتك الشخصية وولادك؟ أنا بشيل وانت مو ناقص عمل بالحق انا حاجتي باش تنصحني نحكي بجدي راه انا بدي جاوب انا بدي جاوبوني تعلم زي لا هل جبتهم للتمثيل تو بشو ولا مع بعض عندها جميل زين وهي بتفصل قادره تعمل كنترول كثير عالي خارج المنزل هي مع العلم ولد كبير يدرس طب طبعا هذيك يعني بتلقائيه انت سالت سؤال حضرتك عفوا سالت سؤال انه هل هن مقتنعين فينا انا بتمنى يكون هل نحن مقتنعين بادائهم انا بتمنى هن يكونوا مقتنعين فينا نسينا اللي جيل توا هو اللي عنده طبعا سلاف قادره تعمل هذا الكنترول خارج المنزل هي فنانه ونجمه كبيره طبعا داخل المنزل هي ام وسيده منزل ومربية ومتابعة لأولادها من استيقاظهم للحظة اللي بيناموا بدراستهم كأي أم بأي منزل عربي حتى الوظائف والتسميع وكل شيء متطلب المدارس ولا أستاذ وائل أنا مقتنعة أنا مقتنعة مش هذا سؤالي كيفاش؟ عم كيفاش؟ أنا متزوج اثنين هي اثنين أنا مقتنعة عليه إنسانة خايبة هم يتوقف اللي توقع معي بالبيت واحد يتركها يعني احنا ربع مسلسل في السنتين ومش لقي أخوة مش لقي وقت أنا عندي بنت عمرها سبع سنين ما لقيتش وقت ما شاء الله يا عايش ما هذا بالحق ما جاوبش على سؤالي ماذا بيك نجاوب على سؤالي تنظيم قلت لك عندها كنترول حقيقي يعني عندها فصل كامل يعني لما بتدخل على بيتها سلاف هي ما لها علاقة عفوا ما لها علاقة بالشيء الفني ولا علاقة هي متفرغة تماما لهذا المنزل لأولادها بالدرجة الأولى محاولات شكرا الله يخليك دائما في حالة محاولة دائما في حالة في حالة سعي ودائما أي أم فينا بتحس بالتقصير فأنا بحاول دائما ما فيني أقول إنه أنا يعني كتير بطلة وكتير كتير عظيمة لا بس بحاول كون بكل يعني بكل مقام مقال فبحاول ما فيني أقول غير هيك وقبل كمان يعني وائل كتر خيره دائما وراي سند لإلي بيساعدني في كل شيء أكيد يعني وقبل كمان كانوا أهلي الله يرحمهم كمان معي لحظة بلحظة فالحمد لله الظروف كانت عم بتساعدني وائل دائما موجود فالحمد لله وبحاول سواء بالعمل سواء بالأولاد سواء أنه أنا كمان هلأ عم كمل دراسات عليا بالآثار فكمان هذا الشيء كله سواء بحاول طالما في حياة هي بالجانب الفني والأولاد غير مقصرة